وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل كلف الدكتور بندر العبد الكريم متحدثا رسميا لوزارة الإسكان، وذلك بعد إعفاء المتحدث السابق محمد الدغيلبي على خلفية إعادة نشر تغريدات سابقة للدغيلبي على تويتر كان قد هاجم في بعض مسؤولين حكوميين والدولة لموقفها الداعم لثورة 30 يونيو في مصر. وفي برشلونة الأسبانية اعتقل باكستانيا بتهمة الترويج للجماعات المتشددة عبر مواقع التواصل. وفي بيان نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية أكدت السلطات أن المتهم روج لأفعال الجماعات المتشددة التي تعمل في مناطق الصراع بسوريا والعراق، خاصة تنظيم داعش عبر حساباته في الشبكات الاجتماعية. وعلى تويتر ومن خلال هاشتاغ حلانا من فستقي تفاعل جمهور نادي النصر السعودي مع قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب أحمد الفريدي مباريتين رسميتين وتغريمه 10,000 ريال عقوبة على ركله لاعب الأهلي مهند عسيري، إذ نشر العشرات فيديوهات وصور لتوافدهم على محل فستقي المملوك للاعب أحمد الفريدي موثقين انتهاء البضاعة من المحل. تصرف جمهور النصر جاء دعما للاعب الذي يعتبر البعض تصرفه ردة فعل طبيعية وليست بغرض الإساءة، على اعتبار أن اللاعب الأهلي كاد أن يتسبب في إصابته وهو العائد أصلا من إصابة. فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومايكروسوفت تعهدت هذه الشركات ببذل جهد أكبر للتصدي لمروجي الكراهية عبر مواقعها من خلال مدونة سلوك التي وقعتها الشركات مع المفوضية الأوروبية، وتضمنت التعهد بمراجعة معظم البلاغات الصحيحة المطالبة بحذف الرسائل التي تحض على الكراهية في أقل من يوم واحد. الألعاب الأولمبية التي من المتوقع أن تنطلق أغسطس المقبل في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية سيتمكن المهتمون بها من متابعتها مباشرة عبر سناب شات بعد أن وقعت الشركة عقد شراكة مع موزعين أمريكيين، وذلك للتذكير. ونذكركم فقط مشاهدينا عدد مستخدمي سناب شات بلغ 100 مليون مستخدم في العالم. برفيومز كريستيان ديور تتعاقد مع الوجه الجديد الأمريكية من أصول فلسطينية بل حديد، الشقيقة الصغرى لجيجي حديد. هذا العقد هو الأضخم الذي تحصل عليه الشابة، والتي على ما يبدو ستتبع خطى أختها الكبرى جيجي، والتي أصبحت الآن أحد أهم عارضات الموضة حول العالم. بل ستظهر على منصة عرض تابعة للشركة في إنجلترا، وستصبح في 6 يونيو بطلة لجميع الأشرطة الدعائية تحت عنوان ديور ميك اب لايف وذ بلا حديد.